قل لي السلاح المطور الجديد يا باي. ايو 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 حبايبي الكرام، دراجون اللهب الاسطوري. اوه تنين، شو هالافكت؟ صراحه شباب افكت الاسطوري كتير. قل لي شو صار معلم، صار دراجون، صار سلاح وتطور مرحله التطوير يا جدك. سو ليديز اند جنتلمان، الله يسعد ليكم حبايبنا. مثل ما انتم شايفين اليوم عنا نزل هذا السلاح المعجله المشتعل يا ستير، اللهب شو اسمه، اذا نتاكد معلم، دراجون ناري، يعني معلم نار وشراره. سو قبل ما نبدا هذا المقطع حبايبنا الله يسعد ليكم، لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات، واهم شيء تصلوا على الحبيب الله يسعد ليكم يا ساتير. ونقول بسم الله ما نطول عليكم، يعني ما نطول عليكم كثير يا ساتير. اوكي نبلش هيك شباب، نشيل هاي اول تنتين ونعمل اول لفه، ليتس جو ونشوف كيف راح يصير هذا الحظ اليوم. ايوه ممكن يطلع لنا اول لفه ولا لا؟ لا باينه باينه، ما ممكن يطلع لنا يعني شيء باول لفه، يعني 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 كبت لك مره يا مال. اوكي طبعا شباب، هذا اللي استحفت ما انتم شايفين على الزاويه على اليمين، فيه اثنين ضرر وواحد معدل اطلاق النار. اوكي وبالنسبه للسمات تبعيتهم معلم، عندنا هون كل السمات تبعته هون الرقصه للصحه، رقصه مثل التطور ولا بالماكس. قولي قولي بلوز بلوز، تاثير القتل لما نقتل اللاعب. اوكي هنا تاثير الضرب، هنا ضربات هيك واعلان القتل، هنا من اعلان القتل. حلو السمات معلم بتطور اول ما يصير بالاربعه، بس ولكن ما حبيت افرجيكم هذا، حبيت افرجيكم معلم لما نجيبه لما نجيبه. اوكي اوكي يلا طور، كمل تطوير شباب، مكمل تطوير باللوز. هذا نشوف، قول لي لا يا معلم، لا يا معلم، العجله المشتعله، يلا يا برو. اوه دايم طبعا هذا الانفور، هذا الانفور شباب راح افرجيكم كمان في سمات حلوه فيه. هذا نشوف، اوه شو هي؟ هي شكلها حقيبه، نعم حقيبه هي. نحب نعملها تزويد، ليش ما عملنا تزويد؟ ليش ما نقدر؟ اوكي ما نقدر، هلا بعد شوي بنشوف. اوه وهي طلعتنا يا معلم اللوت بوكس الدراجون. نايس، ان شاء الله يطلعنا اخر لفه معلم ممكن. لا ما بعرف حظي بيض يا شباب. لا بعرف انه حظي بيض، اوكي وهيك بنكون جبنا الام 4 هذا يا اساطير، نعمل هيك. شيلي هيك، شيلي هيك. اوكي هيك بتكون جبنا الام 4 باللوز. اوكي اوكي هذول الاشياء العاديه، نجي على الاسلحه نعمل البنطيخ الايبو، نجي لهون يا ساتير ونعمل. اوكي لازم نعمله تزويت، لازم نعمله تزويت يا جماعه، طولوا بالكم، ندخل على الخزنه من اول وجديد. لا على الاسلحه، ايه على الخزنه، انا الخزنه اول شيء لانه في حقيبه حاب نجربها يا شباب. المجموعه الحقيبه هي طبعا، هي حقيبه اللي دائما بتكون عندي، هي حقيبه الدراجون اللهب، عملها تزويد، صار تم صار لها تزويد. الو والان شباب الوقت الاسطوري، اللحظه الاسطوريه اللي بدنا نبلش ارجيكم كلش. اصبر شوي هون على الانفور شباب، اللي انا بستخدمه. اوكي اللي انا متعود استخدمه، في واحد ضرر واثنين اطلاق نار، معدل اطلاق نار. لما هذا نسيت شباب شيء لا هذا لانه ليفل واحد شباب، في نقطه سمات واحده بس فقط، فهمتوا علي شلون؟ بس لكن لما يتطور ليفل اربعه راح يمشي حاله ويصير باللوس. المهم شباب نعمله تزويد، نعمل عرض بالفريق ونبلش نشوف شباب الوضع الترقية تبعيته لتطوير الليفل ليفل ماكس، ليفل ماكس يا برو. اوكي عندنا هون شباب اول ما نطوله ليفل 2 مثل ما انتم شايفين، عندنا هي بيروح بيخف الوضع هون بيختلف. اوكي يصير الاعلان القتل هيك بشكل جديد، حلو عندنا هون ليفل 3 ليفل 4 شباب، ليفل 4 هو السمات بتصير ماكس، يعني بصير 2 ضرر، بصير ليفل 4 هو ليفل 4 اللي هو بيكون فيه السمات ال الموجودة يعني، يعني ما بيتغير يعني الاصلي. نكملوا حبايبنا، هون ليفل 5 مثل ما انتم شايفين، هون عندنا تأثير القتل باللوز، طبعا هذا كل شيء راح نشوفه شباب لما نستخدمه ان شاء الله بعد شوي نطوره ماكس. اوكي هون عندنا هون معلها فتح القدرات، هون بيقلع معلها نقاط ضرر اضافي عند اطلاق النار على جدار جلو، طبعا لما تضرب على جدار جلو بيكون دمجه قوي. حلو ليفل ماكس ابو الرقصة 7، سلام السلام عليك، شو هيدا شو هيدا شو هيدا لوز، نايس نايس نايس. حلو هون المظهر الاخير تبعه، والله صراحه متوقع كنت يكون كبير بس ولكن مو كبير باللوز، المطلوب مستوى 2. اوكي نبلش الان طبعا. اوكي نعمل هيك حبايبي، انا بالنسبه لتطوير السلاح في طريقه انك تشتري فيها هدول كل وحده بوحده مباشره عن طريق التطوير، بس ولكن انا شباب حاب نحاول نجيبها بتكلفه اقل، يعني مستخدم المشتري صناديق مثل ما انتم شايفين مثال على سبيل المثال. اوكي هون عندنا الكوبونات، وقف شوي، وين الكوبونات؟ ما عندي كوبونات، ليش؟ هون يا حبايبنا هون ركز معك بالبطاقات الحمر، هون بتشتري هدول الكوبونات هدول كليات هدول، يعني هون عندنا 3700 معلم تخفيض، هدول بتشتروهم شباب، فهمتوا علي شلون؟
هيك بت يعني بتجيبه بتطوره يعني باقل اقل 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 السعر على ايش يعني باللوز يعني بتجي تخفيض حلو بنجيب هدول هيك نرجع على نرجع على الجديد او بيجي لهون طبعا نشتري بطاقه الحمر موجودات اوكي الان شباب راح نبلش نشتري اوكي انا عم بجيب التخفيض هون عم يقول لك تخفيض لازم تعمل انفق 500 اوكي والله بلشنا ننفق يا شباب انتوا شايفين هون صار 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 التخفيض صار التخفيض شايفين معي كيف لما تعمل 13 بيطلع التخفيض لل 500 هيك بتشتري اكثر من وحده انا الحين اشتري اكثر من وحده انا اشتريت هيك 13 اوكي شوفوا اعمل له فتح هون شو بيطلع لي اكثر يعني ثلاثه شوفوا 5 5 5 يعني فهمتوا علي شلون يعني شوفوا 7 10 يعني هيك بكلف اكثر بكثير يا جدا شايفين معي كيف هون بترجع تعمل اول جديد وبتعمل مثل ما بعمل انا وصدقني معلم ما راح يكلف كثير شوف 10 يعني اذا انت حظك بيكون اسطوري وبتطلع باكثر من وحده هيك شايف شلون 413 شوف بلوش وبتستخدم كل التخفيضات وهيك يعني ما بكلف كثير اكيد هو طبعا اكيد هو راح يكلف كثير تطوير شباب بس ولكن يعني ننزل الحبيب والله فهمتني طبعا انا شباب راح نتوصل يعني هلا انا عندي تخفيضات وقفوا هلا المهم نشتري بنكمل بالتخفيضات 720 يعني معك كيف وصلنا نقدر 20 صندوق طبعا بعتقد ما اعرف كم صندوق بكلف بس ولكن يعني بده شوي صناديق لكن بدنا نجيب كثير اوكي نشوف هلا كم صار عندنا جيب اخر تخفيض اشتري اخر صندوق اللي اشتريناه اللي هو هون معلم شوفوا لما تعمل هيك بعطيك تخفيض مباشره باللوس اوكي الان شباب اعتقد جمعنا وضعنا باللوس نيجي لهون طلع لي سلاح ندخل على السلاح المطور الام 4 وين الام 4 هو هون الام 4 نجي على الترقيه اوكي الان كم جمعنا جمعنا 500 قطعه يا شباب حلو نايس ونبلش الترقيه شباب ليفل 2 باللوس هيدا الليفل 2 يا معلم وهذا الليفل 3 صار عنا جاهز يا سلام عليك هي الحلاوه دي وليفل 4 يا برو الليفل 4 يا بوي حلو وليفل 5 والله طورته يعني ليفل 5 من ورا التخفيضات حلو 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 وليفل 6 باقي له معلم بده 400 تمام نروح نجيب شكل نكمل بالصناديق اوكي عملنا نفس الشغل شباب وجمعنا الترقيات هيك بنرجع نطوره ليفل 6 يا شباب اوكي والليفل 7 شباب باقي له تقريبا 300 توكن راح نكمل نفس الشيء شباب نفس الطريقه وبرجع لكم هيك الان شباب راح نطوره كمان ليفل ماكس الليفل الاخر ليفل يعني ما عاد في ليفل اكثر من هيك يا سلام عليك فرج عليه يا سلام اوكي راح نعمل تزويت هيك كمان اعرف اذا بتصير راح نعمل تزويت للرقصه انا لازم نروح نحط الرقصه يا شباب ونجرب السلاح اوكي طيبين حبايبي مثل ما انتم شايفين معلم هذا هو السلاح الماكس وهي هي الرقصه تبعيته هات لنشوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللوس اوكي طبعا حبايبي مثل ما بتعرفوا لانه هذا الام 4 بتطور تمام بتطور له قطعه ولهيك شباب راح نجيب نشتري قطعه ونجربه يعني هو الفرق بين القطعه وبدون قطعه يا جماعه نشتري قطع كثير اوكي نشوف معلم كيف الوضع شلون بيكون بده قطعه بالقطعة الاولى راح بيضرب 33 عم بضرب 33 24 حلو نعمل له ضربه هيك معلم نشوف شو بيصير نفس الشيء 42 بلش يضرب على على شوف شو حلو نطور ليفل 2 لنشوف شو بيصير معنا هون السرعة معلم كل شيء بيتغير 42 حلو نطور لنشوف اوكي اختلف معلم يعني شباب توقعوا شباب 42 شو معناتها 42 يا جماعه؟ يعني اذا بتضرب على اللاعب اربع خمس قبل خمس اربع خمس طلقات بيموت داون داون برو والله داون لكن ندخل نشوفه معلم داخل الجيم داخل التدريب نشوف الوضع شلون بيكون رح نبقى بالليفل واحد اوكي هات لنشوف اوكي اوه شوف الافكت اوكي نشوف كم بيضرب معلم هيك تجربه هيك على الخفيف 18 18 21 من بعد يا حبيبي معلم طولي بالك نقتله هيك على الخفيف 24 من ليفل ماكس تقريبا نطور ليفل واحد لنشوف شو بيصير كم البعض البعض الكثير 14 20 اوكي 52 هات حلو نطور ليفل 2 لنشوف الوضع شلون منيح منيح حدا عم بهجم علي ما حدا بقتلني يا جدك حلو باللوز هات لنشوف هذا 24 لا 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 اوكي نكمل بليفل 2 يا شباب شو بيصير اللي اخونا عم يتيم حبيبي والله 24 مضرب حلو والله هيت شغله يعني حلو اوه عم برفع شويتين بجيب هيك حلو انا طور الاثنين معلم هلا الان ليفل ماكس نشوف الوضع شو راح يصير نجي لهون نرجع بنهرب من عند هدول الشباب نرجع لعندهم هذا شو وضعه 25 اولي هذا 21 كم دمه يا
سوري سوري يا صاحبي، بشوف الايبك. ايوه انا اشوف المعلم والله الصراحه يعني نشوف شو بدي ضرب ده بدي ضرب. هو شوف البربره، البربره يا شباب، بربر بربر لاعب علم. اوكي نايس اللي والله في يعني ماشي مش ضرر قوي. بربر علم من حبوبه بربر يا جدك بربر. وين هذا؟ طبعا مات قتلوه. نشوف بربرة حلو. سو ليديز اند جنتلمان الله يسعد لي اياكم يا اساطير، هيك بكون انتهى مقطع اليوم حبايبي. ان شاء الله استمتعتوا تام 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 تعتوا في هذا المقطع باللوز. اعطونا لكم بالتعليقات شباب هذا السلاح. نمنى لكم يومكم سعيد ونشوفكم على خير، والسلام عليكم. تشاو.